هي دي الأوضة يا بنات. آه مدام بطة. آه ألف مليون سلام عليكي. مالك؟ إيه اللي حصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بنات لسه زيتها من 12 سنة، كانت زي الفل، كانت بتاكل صباطة موز لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي حصل لك بس؟ فنان معروف من أربع حروف، بندق. أنت إيه اللي جابك هنا؟ أهلا أهلا أهلا. إزيك؟ أهلا مدام بطة. إزيك يا بندق؟ أهلا أهلا. مين البنات الحلوين دول؟ بناتك؟ لا دول أحفاد ميكي بي. يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام إيفون زميلتي هنا في الأوضة، غلبانة قوي دايما تنسى مواعيد الدواء. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ لا دول مش بناتي، دول احفاد ميكي بي. يا حياتي ميكي، عارفين يا بنات جدكو ده كان خلبوس كبير. هي ازاي بتقول على جده بلبوس؟ قالتش بلبوس، قالت خلبوس، بلاش فضايح. ميكي ده أكتر واحد حبيته في ال 12 راجل اللي أنا اتجوزتهم. هو فعلا راجل بيتحب، الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بندق يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام إيفون زميلتي بالشفا يا حبيبتي. زميلتي هنا في الأوضة، ها أصلها غلبانة بتنسى دايما مواعيد الدواء. هي مدام إيفون الدكتور كاتب لها الدواء كل 3 دقايق. معرفش ولا شفت رشيتها. بندق ازيك يا بندق؟ مين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. ميكي يا حياتي عليه، بس انا زعلانه منه. زعلانه منه ليه بس يا حاج؟ حاجه؟ حجه ايه يا جربوعه انت؟ مين دي؟ دي 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 جربوعه تبقى حفيده ميكي بيه. قطيعه ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه مطرح ما راح. حبيبتي دي مدام إيفون زميلتي هنا في الأوضة. مش عايزة. لا غلبان. لا بقولك إيه، لا هتاخدي يعني هتاخدي، ده انتي هتاخدي 2 المرة دي. يا جماعة دي بتقتلها بتقتلها الحق. كفاية كفاية كفاية. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ بناتي أنا وشيرين، وأنا جايبه مين عشان يزوروكي. اسمعي بقى، احنا جايين عشان نسألك سؤال مهم في موضوع مهم جدا. موضوع ايه؟ العقد اللي ادهولك ميكي بيه فين هو؟ ما انا قلت العم دهب، هو ما قالكش؟ لا ما قاليش، احنا عاوزين نعرف منك انت بقى. العقد اتبرعت بيه للمتحف. متحف ايه؟ حبيبتي لا ابوس ايدك، سيبي مدام ايفون دي ماتت اساسا، ركزي معانا العقد فين. وانت مالك انت ومال العقد؟ يا حراميه يا بيئه يا جربوعه انت، انت مالك يا بوليس يا نيابه؟ اصبري بس اصبري بس يا حاجه بطه، ما فيهاش حاجه. يا جربوع زي بناتك؟ انتوا مين انتوا اصلا؟ امشي اطلعوا بره. انا بندق بندق، انا بندق بندق. يا حياتي عليك ازيك؟ بندق كويس، بندق كويس جدا الحمد لله، واحنا مش بناته، احنا احفاد مكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انت عايزاه. ميكي بقى اداكي عقد انت حطيتيه في المتحف، متحف ايه؟ طب ما تقولي كده من الاول. متحف المجوهرات الملكيه، ما هو اصلا بتاع الاميره فوزيه. يا حياتي دي مدام ايه؟ حبيبتي حبيبتي افتحي بقك يا ايفون ما تغلبينيش. بقول لك ايه، الحاجه بطه هتخلي الحاجه ايفون تقفر، دي سفت نص الشريط. لا ما تخافيش، احنا بدلنا الدواء بايمان دام. ايفون يلا. دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء. انت مين؟ مبتسمة على ايه؟ هو ازاي عم دهب عرف ان احنا رحنا عند بطة؟ اكيد من الرجل اللي كان معاه اللي انت قلتي انك شفتيه قبل كده سايق تاكسي. لا مؤاخذة يا هوانم، الشنط بس عايزين نفتشها. اوكي. لا 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 مش بتتفتح كده، هتبوظها متخلف اهي. ايه ده جايبه سندوتشات؟ سندوتشات بس بس. اتفضل. يعني تفتكر يعني عم دهب هو اللي مأجر الراجل ده عشان يتجسس علينا؟ ايوه طبعا، واي نوت. ما يلا يا عم انت هتاكلها. ثواني بس ثواني. فيها قنبله، خلي بالك في السوسته. ها بس اوعى تمسح بقى الصور دي. لا معايا مش همسح. ماشي انا مبسوط قوي. ليه؟ انت عارف انا بقالي قد ايه ما جيتش المتحف الزراعي ده؟ متحف زراعي ايه؟
هو يا عم المتحف الزراعي ما كله زرع هو ورد وهو وعشان كله زرع وورد يبقى المتحف الزراعي. طب ما في بلاط يبقى اسمه ايه المتحف البلاطي؟ لا البلاطي دي في الشتاء. يا سلام. امال ده متحف ايه يا عم؟ ده متحف المجوهرات الملكيه. ايوه هو متحف المجوهرات الفلكيه ده. اخر مره جيته كنت في سنه تانية ابتدائي وجاي مع المدرسه. يا راجل انت ما طلعتش رحلات مع المدرسه؟ لا رحت كنت بروح بنورما حرب اكتوبر والحريقه الدوليه مع بعض. ما رحتش مصنع شيبسي؟ رحت ده كان يوم جامد وادونا كيس شيبسي كبير وقعدت ناكل فيه. ما رحتش مصنع الكراسي؟ ايه ده فين ده؟ لا ابقى اوديه لك انا. ماشي. ايه ده ماشي حط ال خد منديل اهو. ايه ايه وكاله من غير بواب في انت البواب يعني؟ ايوه يا سيدي انا البواب. روح هات لنا سجاير. اروح اجيب لكم سجاير افتشكم الاول؟ ما يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده؟ اتفضل حاجه كده او كده معادن لانشون او اي حاجه. ليه داخلين ولاد رجب؟ انت لمد قوي. استنى لما افتشك اهو يا بيه معاك ممنوعات. انت بتزمر. بزمر ده انا مد انتظار يا بيه. لا انت شكلك واكل حاجه فيها معادن. ايوه واكل سبانخ كلها حديد. انت لمد قوي. اتفضل يا اخويا. واحنا نسرق حاجه يعني؟ ما كل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيسرقوا. مش هنسرق يا اخويا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. استنى انت عايز ايه؟ انا ليميت زيه على فكره. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ اديني بقول لك اهو. اتفضل يا استاذ. شكرا. طب تدخل اللمدين عادي؟ اتفضل يا بيه اتفضل. بصي السقف تحفه ازاي. واو. بص بص الله جامد قوي الطقم ده. انا ممكن الاقي مقاسي صح؟ مقاسك يا متخلف. احنا في الشواربي. انا بلبس ميديم عادي. ميديم ايه ده لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعه. يا سلام. طب فين الطاقيه البيضه الشبيكه؟ في ملك هيلبس طاقيه شبيكه؟ ما هو لابس جلابيه اهو. طب تعالى اوريك الكوزلوك بقى بتاع الملك. قصدك الكازلك ده لو ملك الكبده. ولا هاني يا شوش بقول لك ايه؟ مش ده بقى النيش بتاع الملكه؟ اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكه. هي الملكة دي بني ادمه يعني كان عندها قايمة مسجلة فيها النيش وكده؟ بس كانت سايبة القايمة مع امها. انتوا جاهلين قوي. طب يلا 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 تعالوا نتفرج على طقم السين والاركوبال بتاع الملكة. ايه ده؟ الملكة كانت بتلعب اكروبات؟ اكروبات؟ الملكة كانت بتلعب اكروبات، كانت بتشعل على الترابيز، عارف الترابيز؟ البنج. بنج ايه؟ الكسبان على الترابيز. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا متخلفين؟ عايزين نسرق العقد ونمشي. ايه ده؟ هو احنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف؟ ايوه يعني انا لو جالي تليفون ما ردش. طب انا لو لقيت النجفه دي هتقع عليك ما اقولكش حاسب النجفه هتقع عليك. هو ايه وحضرتك بتربي فراخ؟ ما تصوريش ما تصوريش. طب بقولك ايه، هو العقد بتاع الاميره فوزيه هنا؟ امال فين؟ ايه ده انت فهمت اللغه بتاعته؟ لا ده انت قويه جدا. طب كفايه بقى لحسن هيسرقوا منك اللغه كده هيلقطوها. جايز العقد ده حلو بس بسم الله ما شاء الله شكله غالي قوي. ده كله خارج النجف. مش ده بتاع الاستاذ فريد شوقي اللي لقاه في الكتاب ولبسه واختفى وبقى يمشي مختفي؟ مثلا تلاقي سجاره كده ماشيه لوحديها تقوم مديه واحد على قفاه، يقوم الواحد ده باصص وراه يلاقي واحد تاني يقوم ضربه على قفاه تقوم الحفله تبوظ. لا 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 يا سيف، استاذ فريد شوقي كان بيستخدم العقد في الخير. ايوه عشان التعويذه ما تبوظ. مظبوط، احنا كمان هنستخدمه في الخير. متخافش يا عم مش هصح العقد. وضحكت عليك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل ده هيفضل واقف لنا كده مش هنعرف ناخد العقد. خلاص نقتله. لا مش هقتل تاني. لما بقتل ما بعرفش اسوق ما بعرفش اسوق. بس يا سيف بس. بصوا انتوا دلوقتي تطلعوا بره اعملوا اي سين، اعملوا خناقه، اعملوا دوشه عشان الناس تيجي وراكم. عارفين في الافلام لما بيكون المجرم عايز يخلي البوليس يروح في حته ثانيه فيرمي طوبه يمين والناس تروح شمال؟ عارفين يعني عايزين نحدف طوب. شيريهان انت فهماني، خطيبك بجد غبي قوي. فاهمه فاهمه. اوكي انتوا اطلعوا وانا سيف هنسرق العقد. انا مش هسرق حاجه. خلاص يا سيف انا اللي هسرق. يلا اطلعوا. ما تسرقي ازاي يعني والناس اللي واقفه ورانا يا متخلف؟ ما تظلمنيش يا هاني.
ربنا كشفك يا هانم، بعتني في الوقت المناسب في المتحف المناسب علشان اكشف خيانتك. استر عليا يا هاني. ابدا، هفضحك قدام الناس كلها والتاريخ هيشهد عليكي. الدوشه دي الست اللي بره ده اكيد في مصيبه بره، ده انتوا كلكم هتروحوا في ضيقه كده. اهو عاشقي يا انت عاشقها يا كلب، كمان بتحلف كذب.